مشاهدي الكرام، طبعا نحن الان هنا نشاهد الوفد التركي برفقه قاده من الجيش الحر يقومون بجوله على المواقع العسكريه الخاضعه للثوار والفصائل المقاتله التي تواجه النقاط التي تخضع لسيطره النظام في ريف حماة الشمالي وايضا الشمالي الشرقي. قام الوفد التركي من خبراء عسكريين وضباط باستطلاع بعض النقاط في مدينه مورك وكفر زيتا ومواقع عسكريه اخرى منتشره في المناطق المحررة في شمال حماة. طبعا أكد لنا قادة في الجيش الحر أن هذه الجولة هي جولة استطلاعية للوفد التركي للاطلاع على واقع المنطقة عسكريا. شاهدنا الوفد التركي دخل ريف حماة الشمالي، زار موري، كفر زيتا، زار عدة نقاط، زار مواقع عسكرية قديمة وزار مواقع للثوار، وفي احاديث عم بتقول انه بدي يحط نقاط مراقبه، بس ما في شيء هسه على الارض، يعني ما شفنا شيء. جولتوا هلا وين بدهم يمضوها؟ كيف استطلعوا المكان؟ هل نزلوا شاهدوا المكان؟ نزلوا عموري، كفر زيتا، لطامني، يعني تلال، دخلوا اكثر من مكان يعني وتجولوا. في هاي اللي عم يدور هون الاحاديث بالمنطقه، الاقاويل انه بدهم يحطوا نقاط مراقبه، بقى الله اعلم.